بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حنتحدث عن الشابتر السابع، راح نستكمل النشاط. هذا الشابتر اسمه causation in epidemiology. الشابتر الحالي هذا بيتحدث عن، او الاهداف من هذا الشابتر، نتعرف على مفهوم الكوزيشن، يعني علم السببيه، كيف الاسباب تحدث الامراض، كيف الاسباب تؤدي الى الامراض. حنتعرف ايضا على نظريات الكوزيشن، على مفاهيم الكوزيشن، يعني في عندنا عدة نظريات لموضوع الأسباب أو علم السببية في علم الأوبئة، راح نتحدث فيه عن هذا الشابتر إن شاء الله تعالى. بصراحة مفهوم الكوز مفهوم مهم جدا جدا، والدليل أو أقرب مثال على هذا الكلام موضوع كورونا. موضوع كورونا الآن يعني المشكلة كلها في السبب. إذا إحنا عرفنا السبب، فبالتالي إحنا راح نبتكر علاج أو راح يتم ابتكار لقاح لهذه المشكلة. لكن كل ما هو السبب غامض، تركيبة الفيروس غامضة جدا، حدش بيعرفه كويس، تمام، وكل ما هو الأمور صعبة. في حاجة نسميها في الكوزيشن اللي هو كوزال انفرنس. الكوزال انفرنس الاستدلال السببي، والمقصود بالاستدلال السببي إنه إحنا بنستدل على هذا السبب إنه بيؤدي إلى هذا المرض من خلال استدلال علمي، يعني من خلال دليل علمي واضح. الدليل العلمي هذا لهذا السبب ممكن يكون دراسة سابقة، ممكن يكون عبارة عن يعني دراسات تجريبية، تمام، ممكن يكون عبارة عن كتب. هذا ما يعرف باسم الاستدلال السببي. يعني على سبيل المثال، هل الأوبيزيتي تؤدي إلى الدايابيتس؟ نعم. طب هل عندك دليل على هذا الكلام؟ نعم، عندنا دليل، هو ما يعرف باسم الاستدلال السببي. الدليل على هذا الكلام إنه إحنا سابقا أو لاحقا يعني درسنا واخذنا دراسات عن هذا الامر، او درسنا في كتب، او درسنا في الابحاث السابقه. فهذا ما يعرف باسم الاستدلال السببي. نيجي لنظريات الكوزيشن في علم الاوبئه. نظريات الكوزيشن في علم الاوبئه هو ما يعرف باسم الابروتش ان ديزيز كوزيشن. الابروتش ان ديزيز كوزيشن هو ما يعرف باسم ثيوريز، نظريات الديزيز كوزيشن. حركز على هذا الموضوع كثير لانه حركز عليه في الامتحان، وكل كلمه بحكيها في هذا الموضوع مهم جدا، لانه راح اجيبها ان شاء الله تعالى في الامتحان النهائي باذن الله تعالى، او حتى الكوز تبع يوم السبت. اول نظريه في موضوع البوزيشن بنسميها sufficient or necessary cause، وبدنا نحط تحت كل or خط. sufficient or necessary cause، وبتهمنا كلمه or، لانه الان راح نتعرف على نظريه ثانيه اسمها sufficient and necessary. بالعادة بالمنطق لوجيكالي، لا دائما وابدا الكوز لازم يسبق المرض. هذا الكلام فيش عليه خلاف. يعني مثلا السموكينج يسبق اللان كانسر، الاوبيزيتي تسبق الدايابيتس. هذا بشكل لوجيك يعني بالمنطق. لكن بدنا نتعرف شو معنى سافيشنت وشو معنى نسيسري. الكوز بنسميه سافيشنت، الكوز بنسميه سافيشنت يعني بنقول عن الكوز كافي اذا كان حتما سيقود الى المرض بطريقه مباشره، يعني فيش في لف وفيش في دوران. هذا بنسميه sufficient، يعني اذا كان الكوز حتما قاد الى المرض بنقول عنه sufficient، واضح؟ فيش في تلاعب. لكن اذا كان الكوز بنقول عنه necessary، او بنطلق على الكوز necessary اذا كان المرض ما بيصيرش في غياب هذا السبب. نعيد ثاني، إذا كان السبب حتما سيقود إلى المرض بنقول عنه sufficient، تمام؟ يعني على سبيل المثال genetic factors تؤدي إلى diabetes بنسميه sufficient على السريع. لكن إذا كان المرض ما بصيرش في غياب هذا السبب بنقول عنه necessary. كيف يعني بصيرش في غيابه؟ يعني بيكون مجتمع مع عدة أسباب، يعني لازم يكون مع هذه الأسباب. إذا كانت الأسباب هذه معه أوكي، ما كانتش معه مشكلة. إذا كانت الأسباب هذه موجودة وهو ما كانش موجود أيضا مشكلة، بصيرش المرض. فبالتالي غياب هذا السبب لا يؤدي إلى مرض، تمام؟ وناخذ مثال بسيط جدا نبعد عن الأمراض. لو في عندنا اجتماع، هذا الاجتماع لوزير، تمام؟ ومعه طاقم الوزارة. الآن اللي حيقود الاجتماع هو الوزير، تمام؟ الوزير وجوده يعني وجوده ضروري. كيف يعني وجوده نسيسري؟ يعني إذا طاقم الوزارة أجا، تمام، وهو ما جاش بصيرش اجتماع. طب اذا اجى هو ما جوش طاقم الوزاره ايضا بصيرش اجتماع. يعني وجوده نسيسري وليس كافي. كيف يعني مش كافي؟ يعني لحاله ما بصيرش اجتماع.
لحاله هذا السبب ما بيصيرش المرض، فوجود هذا السبب اصبح نسيسري. لذلك بعض الامراض are caused completely by genetic factors، يعني بعض الامراض يعني بتصير بسبب الامراض، بسبب الاسباب الوراثيه او بسبب الجينيتك فاكتورز بشكل كومبليتلي، يعني حتما بشكل سفشنت. لكن بعض الامراض بدها تكون في عندنا انتر اكشن مع جينيتك فاكتورز، يعني زي الدايبيتس. وش كمان؟ زي الدايبيتس واللي هو الاوبيزيتي. الدايبيتس سوري، زي الاوبيزيتي والجينيتك فاكتورز. الاوبيزيتي والجينيتك فاكتورز تؤدي الى الدايبيتس، اصبح عندنا هنا نيسيسري كوز. ناخذ مثال على الايدز. في معلومه جدا مهمه لازم نعرفها قبل لا نحكي مثال الايدز، انه sufficient cause، معلومه مهمه جدا جدا ركز عليها، sufficient cause is not a single factor. اياك تفكر انه sufficient cause عباره عن single factor، لا. sufficient cause عباره عن set of factors، يعني مجموعه اسباب، ولكن هذه مجموعه الاسباب مرتبطه مع بعضها البعض. بالضبط بالضبط زي بومه النعنع. بومه النعنع مربوطه مع بعض. هل قمة النعنع فيها عود واحد بس، عرق واحد نعنع؟ لا طبعا، قمة النعنع فيها أكثر من عود. فبالتالي sufficient cause دائما وأبدا عبارة عن مجموعة أسباب مرتبطة مع بعضها البعض. نأخذ مثال على هذا الكلام، نثبت هذا الكلام في موضوع الإيدز. موضوع الإيدز، القاعدة بتقول إنه sufficient cause للإيدز لازم يتكون من عدة عوامل. شو sufficient cause للإيدز؟ ثلاث عوامل. أول عامل absence of antiretrovirals، تمام؟ هذا السبب الأول. السبب الثاني engaging in risky sexual behavior، والسبب الثالث exposure to person with HIV. هدول الثلاث أمور بنسميهم sufficient cause للإيدز، تمام؟ فبالتالي هي عبارة عن مجموعة أسباب وليست سبب واحد. ناخذ التي بي. sufficient causes للتي بي زي ما انتم شايفين عدة أسباب: poor ventilation، poor nutrition، exposure to TB bacillus، وازدحام كراوندنج، والابسنس اوف بي سي جي. عده اسباب مرتبطه مع بعض عملت السفشنت كوزز لا اللي هو التي بي. طب التي بي باسيلس، هذه التي بي باسيلس تمام، شو بقول عنها؟ لحالها نيسيسري بس نوت سفشنت. كيف يعني نوت سفشنت؟ يعني اذا الانسان تعرض للتي بي لحالها مش ما يعني ما تؤدي الى التي بي. اذا تعرض للتي بي باسيلس للبكتيريا نفسها ما بصير التي بي. طبعا عشان يصير ايش بدنا؟ علشان يصير بدنا مجموعه اسباب تكون محاطه فيها، اللي هي ضمه النعنع اللي حكينا عنها. في قاعده مشتقه من هذه القاعده بنقول عنها مالتيبل فاكتورز، شرحناها قبل شويه. المالتيبل فاكتورز بتقول كالتالي، حكينا قبل شويه ونعيدها ثاني، انه sufficient cause is not usually a single factor. عمره ما كان sufficient factor او عمره ما كان sufficient cause عباره عن single factor، يعني بتكون عباره عن مجموعه اسباب زي الكراوندنج الازدحام، الابسنس اوف اللي هو بي سي جي مثلا، اكسبوجر تو دي باسيلس. مجموعه الاسباب هذه تسمى sufficient، اما sufficient ما عمرهاش كانت لحالها على الاطلاق. تمام؟ في نقطه مهمه هنا في موضوع العلاج. تمام؟ لو جينا سالنا سؤال، هل عشان احنا نعالج هذا المريض لازم نكتشف كل السفشنت كوزز لهذا الامر؟ يعني لازم نكتشف كل اسباب التي بي عشان نعالج التي بي؟ لا طبعا. يعني مثلا ناس عايشين في ازدحام وما اخذش بي سي جي، تمام، وعايش في فقر وتعرض لتي بي باسيلس، عشان نعالج التي بي لازم يكون غني، ولازم نطلعه من الازدحام، ولازم نطلعه من الفقر، ولازم نعالج التي بي باسيلس، ولازم نطعمه؟ لا طبعا، ما هوش الكلام هذا، وهذا من رحمه ربنا. القاعدة بتقول إنه مش ضروري نتعرف على كل الأسباب عشان إحنا نعالج المرض، لا طبعاً. إذا إحنا تعرفنا على 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 واحد فقط من الأسباب بيساهم في عملية العلاج، أو إذا إحنا رفعنا واحد من الأسباب، طردنا واحد من الأسباب، إحنا هيك بنكون إحنا ساهمنا في عملية العلاج. أقول مثال مهم جداً ومثال واقعي: التي بي. التي بي غزة خالية من التي بي. ولو سألنا سؤال، غزة فيها فقر؟ فيها فقر. وفيها ازدحام؟ فيها ازدحام. طب كيف فيش فيها تي بي؟ لأنه إحنا أخذنا تطعيم من البي سي جي، فإحنا عملنا رموفل، سحبنا واحد من الأسباب، حتى لو ضلت باقي الأسباب، ولكن إحنا سحبنا واحد منهم وعملنا له بريفنشن، اللي هو طعمنا الناس ضد التي بي اللي هو بي سي جي.
فاحنا اخذنا البي سي جي ضد التي بي، فبالتالي ما صارش معنا اللي هو التي بي على الرغم من وجود الازدحام، على الرغم من وجود الفقر. تمام. مثال اخر على موضوع السموكينج، السموكينج از نوت سفيشنت تو برودوس ديزيز. يعني في ناس بتدخن لمده 50 عام وبصيرش معهم كانسر، لكن في ناس بتدخن لمده 5 سنوات وبصير معهم كانسر. هذا الامر يرجع انه هذا الشخص عنده جينيتك فاكتورز لللنج كانسر. طب احنا عشان نعالج هذا الامر هل لازم نعالج كل الاسباب؟ لا طبعا. احنا ممكن نقول سيسيشن اوف سموكينج لحاله، عمليه ايقاف التدخين لحالها يعني بتساهم في علاج المرض، بتساهم حتى بشكل كبير جدا في علاج المرض. في قاعده ثانيه مشتقه من هذه القاعده الاولى اسمها اتريبيوتابل فراكشن. اتريبيوتابل فراكشن عباره عن مصطلح يعني مفهوم سهل جدا، بيجي في الامتحان على هيئه التعريف، يعني ممكن يجيبه في الصح والغلط او اجيبه في الام سي كيو. هذا التعريف كالتالي، مفهومه كالتالي، عباره عن proportion of cases هو معدل الحالات او death او الوفيات من المرض اللي احنا بنقدر نمنعهم لو الاكسبوجر اليمينيتد، يعني عدد الحالات او عدد الاصابات اللي ممكن انا امنعها من انه يصير معها المرض، تمام، او امنع عدد معين من الوفيات، تمام، انهم يموتوا بسبب هذا المرض، تمام، لو احنا عملنا تدخل، او احنا لو عملنا افويدنس، لو احنا منعنا او جنبنا الناس هذول من هذا الاكسبوجر. ناخذ مثال بسموكينج. بسموكينج قديش احنا ممكن نمنع حالات وفيات من السموكينج اذا احنا عملنا نصائح للبوبيليشن يبطل التدخين. تمام. مثال اخر، قديش احنا ممكن نمنع حالات اللي يصير معهم دايابيتس لو احنا نشطنا الناس وخليناهم يعملوا فيزيكال اكتيفيتي؟ قديش مثلا؟ قديش احنا ممكن نمنع اللي هو الكارديو فاسكولار ديزيز لو احنا عملنا اديوكيشن للسكان او للبوبيليشن انهم ما ياخذوش اللي هو كوليسترول، تمام، او ياكلوا هيلثي دايت؟ واضح. ناخذ مثال على يعني على التدخين، دراسات واقعيه انه الناس اللي ليفر سموكينج اللي بدخنوش بتقدر تمنع التدخين بنسبه 90%. يعني بتقدر تنزل عدد اللي هو اللنج كانسر من 602 حاله ل 58 حاله لكل 10,000 او لكل 100,000. يعني كلام كثير كثير حلو، كلام كثير كثير واقعي ممتاز جدا، وبنستخدمه في عمليه البريفنشن. تمام. طب موضوع الاسبستوس، اذا كان هذول السكان بيشتغلوا في مصنع اسبستوس لكن ما زالوا يدخنوا، بتقل النسبه بنسبه 80%. لكن اذا احنا منعنا عنهم اللي هو التدخين بتقل اللي هو نسبه الاصابه باللن كانسر بنسبه 90%. هذه القاعده الاولى بنسميها sufficient or necessary. القاعده الثانيه sufficient and necessary. القاعده هذه ايش بتقول؟ بتقول انه كل sufficient cause له necessary cause، يعني ملاحق له، يعني ريت اعالج لك كل sufficient cause له necessary cause. هذا يعتبر as a component، يعني ضمه البقدونس هذه، ضمه النعناع، بتشمل sufficient cause وبتشمل necessary cause. هذه القاعده هيك بتحكي. تمام. المثال على هذا الكلام انه صارت في دراسه حقيقيه في اللي هو امريكا عن الاوت بريك اوف فود بورن انفكشن، تمام، امراض الغذاء. اللي صار كالتالي، انه تم اكتشاف انه الناس اللي بياكلوا تشيكن سلطه الدجاج اند كريمي ديزرت. كريمي ديزرت عباره عن نوع من انواع الحلويات. الناس كانوا يروحوا على المطاعم وياكلوا تشيكن سلطه مع كريمي ديزرت. التشيكن سالاد مع الكريم ديزرت يعتبروا بوث sufficient causes for salmonella diarrhea. السالمونيلا هي المايكرو اورجانيزم اللي بيسبب الدياريا. تمام. الان اصبح في عندنا تشيكن سالاد، اصبح في عندنا كريم ديزرت، اصبح في عندنا سالمونيلا دياريا. however ingestion of salmonella bacteria is a necessary cause for this disease. بنستنتج من هذا الكلام انه وجود السالمونيلا necessary، تمام، لكن هذا النسيسري كوز ايش بده؟ بده عوامل ثانيه تصير المرض. ايش هي؟ انه ياكل تشيكن سلط مع كريم ديزرت، يعني لازم ياكل خربطه في الاكل، دجاج مع حلويات مع بعضه، حيعمل اللي هو حيساعد في عمليه الدياريا بوجود السالمونيلا. فبالتالي هذه ما يعرف باسم السفشن اند نسيسري كوز. مثال اخر اللي هو البوزيشن للتي بي. تمام. حكينا عن التي بي قبل، لكن في عندنا مثال عشان ما نخربطوش بدناش نحكي عنه. هذا المثال بيتحدث عن sufficient and necessary
بلاش نحكي فيه ونتفرج، خلينا على موضوع السفشن اورنج ازاي. الكوزال باث واي، النظريه الثالثه اسمها كوزال باث واي. النظريه الثالثه تتحدث عن الكوزال باث واي، شو بتقول؟ انه معنى باث واي طريق ممر، وهذا هو الباث واي. تمام؟ النظريه هذه بتقول انه سبب يؤدي الى سبب، يؤدي الى ورطه، يؤدي الى مشكله، ومن ثم يؤدي الى المرض نفسه. سلسله من الاسباب، هي معنى كوزال باث واي. الكوزال باث واي عباره عن كوزال باث واي، تمام؟ سلسله من الاسباب، تمام؟ ان اللي بيصير كالتالي، فاكتور ليدز تو انذر فاكتور، عامل يؤدي الى عامل اخر، يؤدي الى مصيبه اخرى، تمام؟ الى ما يعرف باسم اللي هو يعني ما الى ما يصير المرض نفسه، تمام؟ ممكن نسمي الكوزال باث واي هيراركي اوف ديزيز او هيراركي اوف كوز، تمام؟ اللي هو هرم الاسباب او سلسله الاسباب. ناخذ مثال على اللي هو ريسبيراتوري انفكشن. لو جينا طبقنا الكوزال باث واي على ريسبيراتوري انفكشن كالتالي، الباراليسيس اوف ريسبيراتوري مسل تؤدي الى بور سكريشن، والبور سكريشن تؤدي الى بكتيريال اكيوميليشن، والبكتيريال اكيوميليشن تؤدي الى ريسبيراتوري انفكشن. ستيب 1، ستيب 2، ستيب 3، ثلاث خطوات تؤدي الى ريسبيراتوري انفكشن. هذا ما يعرف باسم الكوزال باث واي. النظريه الرابعه اسمها سنجل اند مالتيبل كوزز. السنجل اند مالتيبل كوزز كالتالي، هذا الكلام كلام كنا بنعرفه، وكلام يعني من سنة أولى كنا بنعرفه، كلام سهل جدا. هذا النظرية بتقول كالتالي، إنه الأورجانيزم must be present in every case for the disease. يعني عشان يصير المرض لازم يكون في عندنا أورجانيزم. والمقصود بالأورجانيزم هنا مش شرط يكون بكتيريا أو فيروس، ممكن يكون فانجاي، ممكن يكون أكسيدنت. يعني ما نخرج كلمة أورجانيزم على موضوع سبيسيفيك، لا. يعني هل الدايبيتس أورجانيزم؟ لا. لكن المقصود بالاورجانيزم هنا الكوز، يعني الكوز لازم يكون موجود في الكيس نفسها علشان يصير المرض. ايضا الكوز نفسه او الاورجانيزم must be able to be isolated in pure culture. يعني على سبيل المثال، واحد عنده respiratory infection او عنده tonsillitis او عنده اي مرض معدي مثلا، تمام؟ لازم هذا الاورجانيزم يكون isolated عشان نزرعه في pure culture. يعني لو احنا اخذنا عينه من سبيوتم من واحد عنده مرض معدي وحللناه وعملنا له مزرعه او مزرعه تورين على سبيل المثال، وقعدنا ثلاث ايام في المزرعه، شو تبع المختبر بيعمل؟ بيعمل ايزوليشن، يعني بيعمل بيفصل الميكروب وبيعيشه في بيئه، تمام، موجوده جوا هو الحاضن تبع البكتيريا، تمام، لمده يومين او ثلاث ايام، ويشوف ايش الانتي بايوتيك اللي هو بينفع مع هذا الاورجانيزم. الاورجانيزم ايضا must be a when inoculated into susceptible animal cause specific disease. يعني اذا احنا زرعنا الاورجانيزم في الكيس لازم يحدث المرض، تمام. والشيء الرابع انه الاورجانيزم must be reconverted from animal to be identified، تمام. يعني سوري، الاورجانيزم نفسه must be recovered. والمقصود بهذا الكلام انه طالما يوجد اورجانيزم يبقى احنا لازم نساهم في عمليه العلاج، وعمليه العلاج ما بتصيرش بنسبه 100%، بعض الامراض بتم الشفاء بنسبه 100%، بعض الامراض 90%. فبالتالي اذا كان تم ملاحظه وجود اورجانيزم وتم ملاحظه وجود اللي هو اسباب هذا المرض بالتفصيل، يبقى لازم يكون في عندنا ريكفري، مرحله شفاء من هذا المرض. هذه النظريه هيك بتقول، النظريه الرابعه. النظريه الخامسه بتقول فاكتورز امبوزيشن، وايضا هذا الموضوع كثير مهم، حركز عليه ايضا في الامتحان، حجيب عليه امثله زي ما بشرح بالضبط. الفاكتورز امبوزيشن عندنا بنسمع كثير في مصطلحات في الكتب، لكن حنفهمها اليوم. في مصطلحات بنقراها وبنمر عليها في الكتب، لكن هي احنا هذه المصطلحات ما كناش نعرفها، لكن بعد هذه المحاضره باذن الله تعالى راح نصير نعرف. في حاجه بنسميها بريد سبوزنج فاكتورز، بتقروا في كتاب البيدياتريك او في كتاب الميديكال سيرجيكال، انه على سبيل المثال الايج يعتبر بريد سبوزنج فاكتور مثلا للكارديوفاسكولار ديزيز. شو معنى بريد سبوزنج فاكتور؟ البريد سبوزنج فاكتورز تعريفها بالعربي هي العوامل المؤهبه، وبنقدر نقول تعريفها هي عباره عن العوامل اللي بتعمل بريباريشن او بتعمل سنسيتايزيشن للكونديشن، يعني بتزيد حساسيه الشخص نفسه للمرض.
يعني هي عوامل مش أساسية، ولكن عوامل بتأهب وبتساعد على استعداد الشخص لاستقبال هذا المرض. ومن ضمنها الايج والسكس والمارايتال ستيتس وبعض الجينيتيك تريتس. تمام، بدنا نحفظ هذه العوامل كلها، نحفظها لانه حجيبها في الامتحان ان شاء الله تعالى. تمام، بدنا نحفظها في الامتحان باذن الله تعالى. تمام، الانيبلنج فاكتورز او ديسيبلنج فاكتورز، اذا احنا بدنا نعرف الانيبلنج او ديسيبلنج فاكتورز، هي عباره عن عوامل متعلقه بالبيئه. تمام، بيئه الشخص نفسه، هذه العوامل ممكن تزيد او تقلل من اللي هو احتماليه ظهور المرض. مثال على هذا الكلام اللو انكم، بور نيوتريشن، باد هاوسنج، ان اديكويت ميديكال كير، هذه يعني تعتبر لو انيبلنج او ديس ايبلنج فاكتور. تمام، طب كيف بدنا نعرف شو معنى انيبلنج او ديس ايبلنج؟ العوامل اللي بتساعد على الريكفري بنسميها انيبلنج فاكتورز. تمام، العوامل اللي بتساعد على الريكفري بنسميها انيبلنج. معنى انيبلنج يعني بتزيد من مقدره الشخص على مقاومه المرض. تمام، اما العوامل اللي بتساعد على اللي هو عدم مقدره الشخص، او بتساعد على اللي هو او بتقلل من فرصه الاصابه بالمرض، او بتساعد على فرصه الاصابه بالمرض، بنسميها disabling factors. الامر الثالث اللي هو النوع الثالث من العوامل اللي هو بنسميه اللي هو العوامل المسرعه اللي هي precipitating factors. معنى كلمه precipitate اللي هو يعني مسرع. هذه العوامل بتعمل يعني او يعني نقدر نقول عنها هي associated with definitive onset of disease. معنى definitive onset of disease يعني بتسرع من ظهور المرض وليست عامل اساسي في ظهور المرض. يعني انه المرض راح يصير، لكن هذا العامل بيسرع من ظهور المرض. يعني على سبيل المثال، بدل ما يصير المرض في خلال 5 سنوات، بيصير المرض في خلال 2 سنين. واضح؟ ممكن انه يسرع من ظهور اللي هو behavioral response to disease. امثله على هذه اللي هو يعني العوامل، يعني بعض الادويه الدرجز. تمام، بعض الادويه احنا ممكن ناخذها تسرع من ظهور المرض. يعني على سبيل المثال، هذا الشخص معرض للكانسر. واضح؟ لكن كونه اخذ دواء معين سرع من حدوث الكانسر بالنسبه له. مثلا physical trauma، هذا الشخص مثلا معرض اللي هو للبارابليج او معرض لباراليسيس بشكل عام، لكن صار معه اصابه للفيزيكال تروما. الفيزيكال تروما سرعت من اللي هو الموضوع الباراليسيس. مثلا فيكشوس ايجنت، هذا الشخص تعرض لمايكرو اورجانيزم، هذا المايكرو اورجانيزم خلاه ينصاب بمرض اخر. اكيوبيشنال ستيمولس، شغله الوظيفه عنده في المهنه سرعت من ظهور المرض. فهذا بنسميها عوامل مسرعه. طبعا السؤال في الامتحان بيجي كالتالي، مثلا احنا بنقول اللي هو الفيزيكال تروما مثال على اي نوع؟ بنقول على البريسيبيتيتنج فاكتورز. ممكن نقول مثلا فاكتورز اسوشيتد وذ ديفينيتيف اونست اوف ديزيز، شو بنسميها؟ بنسميها بريسيبيتيتنج فاكتورز. زي هيك السؤال بيجي منها. النوع الرابع من العوامل بنسميها ري انفورسينج فاكتورز. الري انفورسينج فاكتورز العوامل المعززه، هذه العوامل يعني ما يعني بتعمل اجريفيشن للديزيز. يعني ومعنى اجريفيشن للديزيز بتعمل تعزيز لظهور المرض، يعني بتدعم تعمل سبورت الديزيز. زي مثلا ريبيتد اكسبوجر للديزيز او ريبيتد اكسبوجر للفاكتور. كيف مثلا؟ يعني على سبيل المثال، الشخص ده بياكل مثلا يعني حلوى، يعني حلو كثير، بصير معرض للديابيتس. شخص بيتعرض للهواء البارد كثير، بصير معه انفلونزا. مثلا انفايرمنتال كونديشنز، شخص بيتعرض لضوضاء كثير، ممكن يصير في انواع في السمع. مثلا هارد وورك، شخص بيشتغل هارد وورك ممكن يصير عنده باك بين، او يصير عنده مثلا ديسك، وهكذا. النوع الخامس هو ريسك فاكتورز. الريسك فاكتورز هي عوامل حقيقيه بنقول عنها بوزيتيف اسوشيتد وذ ديزيز، يعني مرتبطه ارتباط ايجابي بالمرض. هذه العوامل اللي بنسميها ريسك فاكتورز، زي ما حكينا في الشطر الثالث عن اللي هو الكيس كنترول ستادي، بنقدر احنا نحسب اللي هو انه الشخص هذا، او بنقدر نحسب الريسك للديزيز من خلال الاود ريشيو. اللي بيميز هذه العوامل عن العوامل السابقه انه هذه العوامل الريسك فاكتورز بنقول عنها بوزيتيف اسوشيتد وذ ديزيز. واضح؟ زي على سبيل المثال، مثلا بعض الامراض، او مثلا توباكو سموكينج. التوباكو سموكينج بوزيتيف اسوشيتد وذ لونج كانسر. الاوبيزيتي بوزيتيف اسوشيتد وذ مثلا دايبيتس.
هذا ما يعرف باسم اللي هو ريسك فاكتورز. النظريه السادسه في هذا الشابتر ما تعرف باسم الانتر اكشن. الانتر اكشن نظريه كثير سهله وكثير واقعيه وكثير حلوه. باختصار نقدر نقول عن الانتر اكشن كالتالي. النظريه بتقول انه لو احنا جمعنا عاملين مع بعض او سببين مع بعض تمام بيكونوا اقوى من لو كان السبب لحاله. على سبيل المثال اوبيزيتي مع جينيتك فاكتورز بيؤدي الى ديابيتس اقوى من الاوبيزيتي لحالها. واضح؟ السموكينج مع جينيتك فاكتورز بيعمل لنج كانسر اقوى من السموكينج لحالها. واضح؟ اوبيزيتي مع جينيتك فاكتورز مع باد لايف ستايل بيعمل ديابيتس اقوى من اوبيزيتي مع باد لايف ستايل. يعني ثلاث عوامل اكثر من مثلا عاملين اثنين. كل ما كان في عندنا انتر اكشن اكثر في العوامل كل ما صار في عندنا حدوث للمرض بشكل اقوى وبشكل اسرع. هذا ما يعرف باسم نظريه الانتر اكشن. تمام؟ وناخذ مثال على اللنج كانسر. ريسك اوف لنج كانسر ماتش هاير ذان وود بي انتجيتد باي ريسك فروم سموكينج. تمام؟ يعني لو شخص بدخن فقط ممكن يصير معه لنج كانسر. تمام؟ طب لو شخص تعرض للدخان وتعرض للاسبستوس بيزيد من احتماليه فروس اللنج من احتماليه حدوث اللنج كانسر. تمام؟ يعني بنقدر نحطها كمعادله. سموكينج زائد اسبستوس تمام؟ اكبر من السموكينج لحاله. سموكينج زائد اسبستوس اكبر من الاسبستوس لحاله. كل ما صار في عندنا انتر اكشن كل ما صار في عندنا احتماليه اكثر لحدوث المرض. وهذا المثال يوضح اللي حكيناه بشكل اكبر. هذا مثال او دراسه حقيقيه على موضوع التوباكو سموكينج واللي هو الوفاه من اللنج كانسر. هنا بنقول مثلا اكسبوجر تو اسبستوس وهنا بنقول هيستوري اوف توباكو سموكينج. الناس اللي بتعرضوش لاسبستوس وما بدخنوا فرصة حدوث الوفاة من اللنج كانسر أضعف نسبة 11 لكل 100,000. لكن الناس اللي بتعرضوا للأسبستوس وما بدخنوا يعني عامل واحد فقط 58 لكل 100,000 نسبة الوفاة. لكن الناس اللي بدخنوا فقط وما بتعرضوا للأسبستوس أيضا عامل واحد فقط بتصير 123 لكل 100,000. نيجي نشوف الناس اللي بدخنوا ولكن أيضا بتعرضوا للأسبستوس بتزيد النسبة بشكل حوالي 5 أضعاف أو 6 أضعاف بصير 602 لكل 100,000 وفاة. فكل ما صار في عندنا انتراكشن كل ما زادت احتمالية اللي هو الوفاة من المرض أو احتمالية الإصابة بهذا المرض. النظرية السابعة تقول هيراركي أوف كوزز. الهيراركي أوف كوزز اللي هو هرم الأسباب. هيراركي معناته هرم. تمام؟ يعني لو جينا رسمنا هرم قمة الهرم بتكون ضيقة وقاعدة الهرم بتكون واسعة. واضح؟ يعني النظريه هذه شو بتقول؟ بتقول انه في عندنا حاجه اسمها بروكسيمال كوزز الاسباب القريبه وفي حاجه اسمها ديستال كوزز الاسباب البعيده. الاسباب القريبه يعني اسباب مباشره للمرض هذه بنسميها موست ايميديت يعني اسباب قريبه جدا ومباشره للمرض. اما الاسباب البعيده اسباب بنسميها غير مباشره اندايركت كوزز. اندايركت كوز هذه اسباب بعيده. اللي بيميز هذا الامر اكثر كالتالي البروكسيمال كوزز مثال عليها السموكينج واللنج كانسر. السموكينج يؤدي بشكل مباشر الى اللنج كانسر. اما اللي هو الديستال كوزز ممكن نقول انه اللو سوشيو ايكونوميك ستيتس تؤدي الى الكانسر. طب كيف اللو سوشيو ايكونوميك ستيتس بتؤدي الى اللنج كانسر؟ يعني لو جينا سالنا واحد بيقول لك انه هل تدني المستوى الاجتماعي او تدني المستوى الحاله الاجتماعيه ومستوى الفقر يؤدي الى سرطان الرئه؟ طبعا. كيف؟ بشكل غير مباشر. انه الناس اللي عندهم لو ايكونوميك ستيتس تمام ايش بصيرهم؟ بيتعرضوا لستريس. لما يتعرضوا لستريس بصير يدخنوا ولما يصيروا يدخنوا بيؤدي الى لنج كانسر. فسميناها اسباب ديستال والديستال اندايركت. اخر شيء في هذا الموضوع اللي هو كونسيدريشن اوف كوزيشن. يعني كيف بدنا نعتبر انه هذا السبب فعلا سبب لهذا المرض بنسميه considering causation او considerations for causation. هذا النظريه بتقول انه يشترط حدوث بعض العوامل علشان نقول فعلا انه هذا السبب يؤدي الى هذا المرض. تمام؟ يعني لما بدنا نيجي نقرا دراسه تم نشرها في احد المجلات العالميه عشان نتاكد فعلا انه هذه الدراسه صادقه او انه هذا السبب فعلا لهذا المرض
في عندنا أمور وشروط لازم تتوفر. يعني مش أي دراسة منشورة على النت بتقول إنه سبب كورونا مثلاً واحد اثنين ثلاثة نصدقها، لا طبعاً، ممكن يكون دراسة بسيطة، ممكن يكون دراسة وصفية. ففي عندنا شروط معينة عشان نقول فعلاً إنه هذا السبب لهذا المرض. أول شرط ما يعرف باسم temporal relation. temporal relation العلاقة الزمنية، ويقصد بالعلاقة الزمنية العلاقة بين السبب والمرض. كيف بدنا نقيسها؟ بدنا نشوف هل فعلا السبب يسبق المرض ولا لا؟ هل الكوز يسبق الإفكت، ومن المقصود بالإفكت اللي هو المرض؟ هل الأوبيزيتي كانت قبل الديابيتس، ولا الديابيتس كان قبل الأوبيزيتي، ولا مش معروف؟ إذا احنا بنعرف فعلا أنه الباحث أخذ ناس أوبيز ومن ثم صار معهم سكري، إذا العلاقة ما بين الأوبيزيتي والسكري علاقة قوية، والدراسة هذه دراسة سابقة. وتتذكروا هذا الأمر شرحناه في الشابتر الرابع في الإبيديميولوجيكال ستادز، قلنا في الكروس سيكشنال، كنا نحكي في الكروس سيكشنال ما بنقدرش نعرف مين أجا قبل مين سبق مين، بنقول إنه الكوز والإفكت أجوا في نفس الوقت. لذلك الكروس سيكشنال ستادي دراسة ضعيفة نوعا ما مقارنة بالكيس كنترول أو بالبروسبكتيف ستادي. البروسبكتيف ستادي الباحث بياخد الناس المعرضين للسبب وبينتظر لما يصير المرض، فلذلك في علاقة بيناتهم زمنية، أي أن السبب سبق المرض، لذلك بنقول إنه هذا دراسة قوية. الشرط الثاني البلوزابيليتي العقلانية، ومن المقصود بالعقلانية إنه الأسوسيشن الارتباط ما بين اللي هو المرض والسبب متماشي، كونسيستنت، متماشي مع اللي هو البريفس نولج، مع الدراسات السابقة، يعني متماشي مع العلم اللي درسناه. يعني إحنا درسنا دراسة بتقول إنه الأوبيزيتي مرتبط بالديابيتس، واحنا اخذنا مثلا في الميديكال سيرجيكال انه الاوبيزيتي فعلا تؤدي الى دايابيتس. يعني الكلام الباحث اللي طلعه في نتيجته مرتبط بالنولج، مرتبط بالعلم، يعني بالعربي ايفيدنس بيزد، يعني مثبت علميا، ايفيدنس بيزد. الامر الثالث او الشرط الثالث كونسيستنسي يعني التوافق والاتساق. هل الباحث لما قال انه الاوبيزيتي بتعمل دايابيتس، هل الدراسات السابقه طلعت نفس نتائجه؟ كل ما كان في عدد دراسات تدعم نتائج الباحث، كل ما كانت الدراسة فيها نوع من المصداقية وفيها نوع من القوة. ولكن نحط تحت لكن ألف خط، إنه عدم وجود توافق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة لا يعني إنه الدراسة هذه كاذبة. يعني أنا قلت إنه الأوبيزيتي بتعمل من كانسر، لكن أغلب الأبحاث حكت عكس كلامي. معنى الكلام إنه بحثي غلط؟ هل بحثي كاذب؟ لا طبعاً. طب هل البحث صادق؟ برضو لا، ما نقدرش نقول لا صادق ولا كاذب. مش هو الصح، نقدر نقول انه الباحث يفترض يكون في عده دراسات، يفترض اعاده بعض الدراسات او اعاده النتائج او اعاده دراسات مستقبليه او عمل اجراءات ثانيه بحيث انه نتاكد من مصداقيه هذا الدراسه. واضح؟ سترينث اللي قوه العلاقه ما بين السبب والمرض. قوه العلاقه ما بين السبب والمرض اخذناها في الشقر الثالث. الشقر الثالث قلنا انه اللي بيقيس الريسك بنبدا من اربع امور، بنبدا من اللي هو ابسوليوت ريسك، ومن ثم اتريبيوتابل، ومن ثم ريليتيف ريسك، ومن ثم اود ريشيو. واضح؟ احنا قلنا اقوى واحد اود ريشيو ويلي الريليتيف ريسك. القوه ما بين اللي هو الكوز والايفكت تقاس بالود ريشو او بالريليتيف ريسك. كل ما كانت الود ريشو عاليه، يعني اكثر من 1 2 3 4 5، او الريليتيف ريسك 1 2 3 4 5، كل ما كان في علاقه قويه بين السبب والمرض. هذا ما يعرف باسم السترينث. السترينث يقاس بالود ريشو او بالريليتيف ريسك. الامر اللي بعده دوز ريسبونس ريليشن شيب. دوز ريسبونس ريليشن شيب اللي هو العلاقه ما بين الجرعه والاوتكم. معنى دوز الجرعه، معنى ريسبونس الاوتكم. المقصود بالدوز يعني حجم الاكسبوجر اللي احنا تعرضنا له. يعني مثلا اللي هو الاكل اللي بناكله، اكل الحلوى، الحلويات، تمام؟ هذا اسمه دوز. يعني اخذنا جرعات عاليه من الحلويات وبصير في عندنا ريسبونس اللي هو دايابيتس. المدخن عدد السجاير في اليوم هذا ما يعرف اسمه الدوز، والاول ريسبونس اللي هو الاوتكم اللي هي اللانج كانسر. دوز ريسبونس ريليشن شيب بتقول كالتالي انه increased exposure to cause associated with increased effect. هل كل ما دخن الشخص اكثر بيزداد اللنج كانسر؟ والله اذا فعلا
إذا فعلا كل ما دخن الشخص أكثر كل ما ازدادت فرصة الإصابة بسرطان الرئة، يعني فعلا الدخان يؤدي إلى سرطان رئة والعكس صحيح. كل ما كان الشخص أوبيز أكثر كل ما كان معرض للديابيتس أكثر، يبقى الأوبيزيتي فعلا عامل مسبب للديابيتس. هذا ما يعرف باسم الدوز ريسبونس ريليشن شيب، وهذا الأمر موضح باللي هو فقدان السمع والديسيبلز الصوت. تمام، وحدة قياس الصوت هي ديسيبل. عملوا دراسة لقيوا إنه كل ما تعرض الشخص لوحدات ديسيبل أكثر كل ما فقد اللي هو السمع بشكل أعلى. النورمال ليفل للديسيبل اللي بتعرض لها الإنسان يفترض تكون أقل من 80. تمام، أقل من 80. لذلك الناس اللي بتعرضوا لأقل من 80 ديسيبل أصفار، يعني بصيرش عندهم هو فقدان السمع. لكن كل ما زادت أكثر 85 10 90 وحدة ديسيبل بتعرضوا لها بتزيد نسبة فقدان السمع، 21 صار 105 بصير 54، 110 صار عندنا 62، 115 ديسيبل صار عندنا 64. فكل ما زادت اللي هو حدة الصوت اللي احنا بنسمعها، مثلا الناس ساكنين جنب مصانع، فكل ما زادت فرصة الإصابة بفقدان اللي هو السمع. ريفيرسابيليتي، معنى ريفيرس اللي هو انه احنا ريموفال نسحب، ريفيرس ريفيرس يعني رجوع للوراء. معنى ريفيرسابيليتي انه هل ريموفال اوف بوسيبل كوز ليد تو ريدكشن اوف ديزيز ريسك ولا لا. كيف يعني؟ يعني هل لو احنا شلنا السبب، هل لو احنا شلنا السبب تمام المرض بروح ولا ما بروح؟ ناخذ مثال، لو احنا مثلا شخص مدخن قلنا له عملنا له ادوكيشن وقلنا له بطل الدخن عشان ما يصيرش معك لانج كانسر، هل عمليه الايقاف عن التدخين تؤدي الى اللي هو يعني الحمايه من سرطان الرئه؟ طبعا اه. هل لو قللنا اكل الدهون والسكريات والنشويات والامور هذه بتقلل من فرصه اللي هو الاصابه بالديابيتس؟ طبعا اه. فكل ما سحبنا السبب كل ما شلناه من المريض نفسه كل ما زادت فرصه الشخص للاصابه، او كل ما قلت فرصه الشخص للاصابه بهذا المرض. فاذا كان في عندنا ريفيرسابيليتي تمام، يبقى فعلا انه هذا السبب يؤدي الى هذا المرض. لكن اذا احنا سحبنا السبب وظل المرض زي ما هو، يبقى هذا السبب ما كانش سبب لهذا المرض. اللي بعده ستادي ديزاين. ستادي ديزاين نوع الدراسه، نوع الدراسه اللي هو هل الستادي ديزاين قوي ولا مش قوي. واحنا اخذنا الستادي ديزاين في الشابتر الرابع، اخذنا الابيديميولوجيكال ستادز وقلنا في نوعين من الابيديميولوجيكال ستادز، في عندنا اوبزرفيشنال وفي عندنا اكسبيرمنتال. وقلنا الاوبزرفيشنال بتمشي من ديسكريبتيف كروس سكشنال اناليتيكال ستادي اللي هو كيس كنترول بروسبكتيف ايكولوجيكال وهي اخره. قلنا اقوى دراسه في الاوبزرفيشنال البروسبكتيف هي كوهرت، واضعف دراسه ديسكريبتيف. لذلك بدنا نشوف اذا احنا في دراسه فتحناها على النت بدنا نعرف انه هذه الدراسه قويه ولا مش قويه من الديزاين تبعها. والديزاين تبع الدراسه هي اقوى نوع من انواع الدراسات هو راندومايزد كنترول ترايل، يليها الكوهرت، يليها الكيس كنترول، يليها الكروس سكشنال، ومن ثم الايكولوجيكال. الايكولوجيكال ضعيفه، الكروس سكشنال ايضا ويك ضعيفه، الكيس كنترول والكوهرت في تندرج تحت الاوبزرفيشنال مدرك يعني في المتوسط، لكن بالنسبه للاوبزرفيشنال قوي. الراندومايز كنترول ترايل قوي، اقوى انواع الدراسات التجريبيه. واحنا قلنا في الشطر الرابع انه اقصى يعني ما يصل اليه الانسان في العلم اللي هو عمليه التجربه. تمام، اذا وصل لمرحله التجريب يبقى الانسان صار في مراحل متقدمه من اللي هو العلم. اخر شغله جادجنج ذا ايفيدنس، عمليه الحكم على الدليل. تمام، هل فعلا بعد ما عملنا الدراسه ولقينا ان الاوبيزيتي تؤدي الى لان كانسر، هل فعلا الباحث بيقدر يطلع بكونكلوجن بخلاصه انه فعلا في عندنا دليل يؤدي الى لان كانسر يؤدي الى الدايبيتس؟ اه فعلا والله في عندنا ادله واضحه، الدراسه ماشيه مع الدراسات السابقه، الدراسه كانت بشكل صحيح، يبقى في عندنا ايفيدنس صحيح انه فعلا في عندنا كونكلوجن انه الاوبيزيتي تؤدي الى لان كانسر. هذه الشروط اللي لازم توفرها في موضوع اللي هو اللي يعني الكونسيدريشن الكوزيشن عشان نقول فعلا انه هذا السبب يؤدي الى هذا المرض، لازم توفر فيه الشروط هذه. هيك بنقول احنا خلصنا الشابتر السابع وبضل علينا شابترين. هذا الشابتر الثامن راح نشرح فيه شغلات بسيطه جدا، يعني كله حياخذ 10 دقائق او ربع ساعه. تمام، والشابتر الاخير
إن شاء الله تعالى برضو بسيط جدا نص ساعة بإذن الله تعالى. ويعطيكم العافية، وأي سؤال بأنتظركم على تواصلهم بإذن الله. ويعطيكم الألف عافية، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله.